يا حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد، وهو الباسكت اللي انتوا شايفينه ده. ده تستخدميه كواحدة للتخزين، ممكن بقى باسكت للغسيل او تحطي فيه حاجات الشتاء والاسدال والسجادة بتاعت الصالة بتاعتك. ليه كذا استخدام، انا شخصيا بستخدمه لبواقي القماش لان انا شغلي كله في الاقمشة وكده، فعملت 2، واحد لقماش الصيف واحد لقماش الشتاء. عايزة اقول لكم بجد ان الباسكت ده انقذني، لملي كل الحاجة بتاعت الشغل بتاعتي. هو كبير، حجمه كبير يعني، وبيشيل كمية كبيرة. عايزة اقول لكم حاجة كمان، ان الباسكت ده انا كنت جايباه ب10 جنيه. انا مش عارفة ازاي لغاية دلوقتي، مش متخيلة سعره ممكن يكون كام دلوقتي بعد زيادة الأسعار الرهيبة الموجودة الفترة دي. يعني اللقطة اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي في الفيديو متصورة من 2 بالظبط. يعني انا مأجلة الفيديو ده، مش عارفة كان كسل ولا ايه، يعني متصورة من 2 عملت الباسكت ده، والتاني اللي هتشوفوه بعد ده عملت نصه وسبته. تقريبا كان داخل رمضان لان كنت مصورة في شهر 3/2022 انا فاكرة، فتقريبا كان رمضان داخل او كان قرب، فسبت الفيديو ده ودخلت بقى في الفيديوز بتاعت ديكور رمضان وكده، وكسلت بصراحة. بقى كل فترة اقول عايزة اكمل تصوير الفيديو وانزله، بس كل حاجة بتيجي في وقتها. هو ده وقته بقى، خلاص نصيبه انه ينزل النهاردة ان شاء الله. بس انا بقى نسيت اقول لكم انا بعمل ايه اصلا. انا جبت خيط المكرمية، وطبعا انتوا شفتوه في كذا فيديو قبل كده عندي. خيط المكرمية ده كان بس ده مبروم شوية غير اللي في الفيديو اللي فات. يعني حبيت ان الباسكت ده يكون سادة خالص، مفيهوش اي حاجة، بلون واحد وهو اللون الاوف وايت. بس ما حطتش فيه اي حاجة، عملته زي ما انتوا شايفينه كده سادة. حبيت بقى اعمل واحد تاني بلون البينك او السيمون شوية كده، ومعاه اوف وايت برضو. هتشوفوا دلوقتي هيكون شكله عامل ازاي. بصوا لو تلاحظوا كل شوية هتلاقوا الكم بتاعي مختلف، يعني لابسة حاجة مختلفة. قعدت اصوره على مراحل كتيرة قوي، بقالي 2 بصور في الفيديو ده. بس الحمد لله خلاص خلصته اخيرا، مش مصدقة نفسي. بصوا هنا استخدمت خيط مكرمية برضو بس ارفع من اللي قبل ده، يعني كان رفيع خالص، وجبت اللون الاوف وايت بنفس الحجم علشان يكون في تناسق بينهم. الحجم ده طبعا على حسب ذوقكم وعلى حسب ما هيكون متوفر في المحل اللي بتشتروا منه، يعني الحجم واللون كل ده بقى اذواق يعني. طبعا هو ده اللون التاني الاوف وايت برضو بنفس السمك بتاع البينك، وهبتدي اركبه في الحتة اللي في النص. انا هنا حبيت يكون من فوق ومن تحت لون بينك، وفي النص اللون الاوف وايت، يعني اكثر الالوان شوية عشان ما تبقاش كلها بنفس اللون يعني، او بلون واحد تبقى مملة كده وملهاش منظر. قطعة القماش اللي انا حطها جوه دي مغلفة بيها الباسكت من جوه، دي اختيارية يعني، ممكن تحطوها لو حابين او لا، تكتفوا يعني بالخيط من بره وخلاص يدي شكل من بره. بس انا حبيت احط او اغلفه بقطعة قماش، خفت يكون من جوه مثلا في حاجة بتجرح تنتش القماش او كده. فدي برضو انتوا ليكوا كل الحرية تختاروا عايزين تغلفوه او لا، لان في الاخر انا بعد ما غلفته كنت اكتفي بالتغليف ده، بس حسيت ان هو شفاف زي ما انتوا شايفين كده، تحسوا ان القماشة كانت خفيفة قوي وشفافة، شكلها مش قايم بصراحة يعني، حسيتها حاجة رديئة او رخيصة. انا كنت عايزة اعمل الشكل يكون اشيك من كده. فممكن تغلفوه كله بالخيط بس، وتشوفوا الخطوة اللي هعملها في الاخر يعني، وتعملوها افضل. لو لسه بتتفرجي على الفيديو ما عملتيش لايك، ممكن تنزلي تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش في القناة ممكن تعملي اشتراك وتكتبي كومنت جميل زيك. في الفيديو اللي فات في بنت جميلة قوي اسمها أمية عملت لي كومنت لطيف قوي، وبجد فرحني جدا جدا جدا. ميرسي يا أمية، هحط لكم الكومنت بتاعها دلوقتي على الشاشة. ولو في حاجة حابين تسألوا عليها مثلا، او حاجة مش واضحة ليكوا في الفيديو،
سيبوا كومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله. ولو في حد فيكم نفذ قبل كده الافكار اللي انا بعملها عندي في القناة، ياريت تبعتولي صور الحاجة اللي انتوا عملتوها على انستجرام. انا دايما بنزل اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس في اول تعليق مثبت. بجد هفرح قوي لو شفت الحاجات بتاعتكم اللي انتوا عملتوها. ايوه بصوا هنا، دي الفكرة اللي بقولكوا عليها، دي قطعة قماش قطن قفلتها كده على المكنة، ممكن تقفلوها على ايديكوا او بالشمع، دايرة كده ولبستها للباسكت ولزقتها بالشمع كده. هي كان ممكن تكون اطول من كده وتنزل لتحت، بس انا اوريدي عاملة واحدة تحت فعملتها قصيرة شوية. انا كنت يعني الهدف منها انها تغطي من بره، تدي منظر من بره. ودي قطعة كرتون حطيت عليها شمع ولزقتها في قاع الباسكت علشان برضو تدي منظر حلو وفنش حلو كده. وبرضو ممكن قطعة الكرتون دي تغلفوها بقماش زي القماش اللي انا حطاه ده عشان يبقى كله نفس الشكل. اهو بصوا ده انا كنت عايزة المنظر يكون كده من بره بس. وبس كده انا خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستمتعتوا بيه. ولو حابين اعمل افكار تانية اكتبولي في الكومنتس وانا هنفذها لكم ان شاء الله. وبس كده اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي.